هو بنبلغ حضرتك طبعا ان المرشح بيجي زي ما الاستاذه جت كده، بيكون هو مدخل بياناته على الكمبيوتر ومدي له ميعاد الكشف ومكان الكشف، فبيجي يسجل هنا بياناته، بنسجل كل البيانات، بنسجل حضرتك الاسم والرقم القومي ورقم الوصل بتاعه والميعاد التاريخ بتاعه والحاجات اللي هيبدأ يعملها. الأول بيورد مبلغ لو هو ما دفعش قبل كده الوصل القديم اللي هو ب 400 4200 جنيه بيدفع 2850 جنيه، لكن لو كان دافع بيدفع استكمال 1500 جنيه، وبيبدأ يخش على عيادات الخارجية بتاعة الكشف. بيبدأ هنا حضرتك دي عيادة الفحص بالسونار ورسم القلب وأخذ العينات. اتفضل يا بيه. حضرتك بس الناحية دي. بيبدأ يقعد قدام الدكتور بيتاخد العينات سواء عينات دم وعينات بول. طبعا عينات الدم بنعمل فيها وظائف الكلى ووظائف الكبد، والبول والدم بنعمل فيها المخدر، نسبة المخدر في الجسم. بيبدأ يعمل فحص بحاجة اسمها السونار أو الإشعة موجات الصوتية على البطن والاطمئنان عليه، وبيبدأ يعمل الناحية دي رسم قلب الاطمئنان على القلب. بعد كده بيتوجه المرشح، بعد إذن حضرتك بتوجه المرشح إذا كان سيدات بيخش كشف البطن سيدات، إذا كان رجال بيخش كشف البطن رجال. حضرتك الدكتور استشاري البطنة قاعد بيوقع الكشف الطبي على المرشح او العضو المرشح. بعد كده بيتوجه الى عيادة النفسية، بيتعمل له كشف نفسي بواسطة استشاري النفسية الموجود بالعيادة. كل ده طبعا نتائج بتتكتب على ريبورتات، يعني كل دكتور بيكتب ريبورت معين على ورقه وبيجمع ده كله في ملف للمريض. العينات حضرتك بتتبعت، عينات المخدرات بالذات احنا ما عندناش تحليل مخدرات، بتتبعت للمعامل المركزيه وبتجيلي في خلال 72 ساعه، تيجي سريه بتتحط في الملف بتاع المرشح وبيبدا نرسل الملفات الى لجنه المرشحين بمجلس الشعب. يعني في خلال 72 ساعة بيعرف ان كان لائق او غير لائق، بيبقى لائق او غير لائق. هوريك نموذج حالا دلوقتي ل حضرتك في مستشفى المنير، مستشفى المنير العام بالسيدة زينب. كم حالة او كم مرشح دخل لغاية دلوقتي؟ هو احنا للاسف كمان احنا ما كناش داخلين في المرحلة الاولانية خالص الانتخابات السابقة، فاحنا دخلنا في دي الاقبال علينا ضعيف شوية. احنا لغاية دلوقتي يمكن حوالي 20 مرشح. الدكتور عصام فكري محمد علي وكيل المستشفى.